وقد أبى جلالة الملك نصره الله إلا أن يكون مرة أخرى أول من يدعو بعنايته المولوية وحكمته المتبصرة إلى تحيل الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، حيث أكد جلالته في خطاب العرش الأخير أن مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها، وذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها. النساء الأحرار، وأنا أحضر جمعكن هذا، لا يسعني إلا أن أتمن تجاوبكن مع الدعوة الملكية السامية، وذلك من خلال النقاشات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وبالخصوص في إطار منتدياتها الجهوية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه إصلاح مدونة الأسرة. ولي اليقين شخصياً أن الاجتهاد الفقهي المغربي الذي بان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين سيبدع مجدداً إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية وترقي إلى مستويات الطموحات الحقوقية. لذلك عليكم اليوم استحضار الحصيلة الإيجابية لعشرين سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، والتفكير في الجيل الجديد من الإصلاحات التي يجب اعتمادها في الصيغة الجديدة للمدونة تماشياً مع طلب صاحب الجلالة. وفي هذا السياق أدعوكم داخل الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل قبل ما تم شهر يونيو القادم على إصدار كتاب أبيض يتضمن إلى جالب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، المقترحات الكفيلة بتحيين الرزمنة القانونية الخاصة بالمرأة وبإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية. سيصبح هذا الكتاب بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني الأحرار فيما يخص قضية المرأة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.